يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا اخوان، اليوم الخميس 29 ربيع الأول 1444 هجرية، وليلة جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. وقبل لا نبدأ التصوير من عجد كريشة اليوم، شو اشتاقينا لعجد كريشة إن شاء الله. تكون عندنا جولة بي سريعة، نعزي اخوتنا الاعزاء محمد ومحمود بوفاه امهم الله يرحمها برحمته الواسعه، وانا لله وانا اليه راجعون. نعم اخوان، هاي بدايه حج كريشه، هي صعده السراي، يعني نزله من ناعه السراي. هي سابقا السراي هي مركز الشرطه كان، وبعض الدوائر الحكوميه. فان شاء الله اول بيت، بيت ابو علي بيت غدير الله يرحمه برحمته الواسعه. طبعا اليوم جولتنا هم نذكر بها الاموات جميعا، اموات اهالي جصان، خصوصا شيعه امير المؤمنين شهدائنا الغوالي الله يرحمهم برحمته الواسعه، محبي اهل البيت كذلك. نعم واخواني، مثل ما تشوفون مدى الخراب، يعني الحلبه الحقيقه. احنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم، بحق هذه الليله المباركه، نقسم عليه بحق الإمام الحسين عليه السلام، أن يرحم الناس برحمته الواسعة، ويكون إن شاء الله الغوث أو أمطار خير وبركة إن شاء الله هذه السنة إن شاء الله. نعم، فأول بيت هو الركن هنا، بيت أبو علي بيت غدير الله يرحمه ويرحم جميع أمواتهم. والمقابلة كذلك طبعا هو غني حمود الله يحفظه، فصلها تفصيل، عندنا جزئين لعجد كريشة، لكن اليوم إن جولة سريعة برفقتنا الأخ العزيز أبو كرار محمد عبود الله يعطيه الصحة والعافية. نعم نعم أبو خشان، نعم هم ذكرتنا أبو خشان الله يرحمه. طبعا أبو خشان الله يرحمه، نعم ومعروف أبو خشان، هذا الفرع مال بيت ميري، بيت عبد الامير، بيت داود حسون الله يرحمه ورحمته الواسعه جميع امواتهم، بيت عبيد والناس. نعم بعد اكو بيت الاخ غادي، نعم نعم منه. نعم اخوان متشين، وهذا البيت الامامنا مثل ما جاي يشوفوه، بيت عبد الخرموش الله يرحمه ورحمته الواسعه. نعم هذا مثل ما جاي يشوفون، هذا بيت ابو خشان الله يرحمه برحمته الواسعه. بيت شكير الله يرحمه برحمته الواسعه. نعم اخوان، هسه الله يرحمه برحمته الواسعه جميعا، ومثل ما جاي يشوفون الذكريات القديمه. وطبعا والله يعني قلبي يحن على عجد كريشه، لان احنا من سكنت عجد كريشه سابقا، مثل ما جاي يشوفون هذا اللي يسموه الطاق القديم، والرازونه كذلك مثل ما جاي يشوفون هي للتهويه سابقا ببيوت الطين. وحنينا اليوم نصور بيت عايزك، نعم بيت حج الشهيد الله يرحمه سابقا قبل لا ينتقل الى بيت استاذ عبد الرضا، يمكن استاذ رضا الاخوان الاعزاء ما اعرف هسه خارج العراق، ساكنين خارج العراق بامريكا، قسم منهم ما ادري بغير مكانات. على كل حال بعد ابوه بيت هادي كاظم المعروف مهيهي الله يرحمه ورحمته الواسعة. طبعا سابقا هو يجيب شلون يعني كأنما بضاعة متنقلة، والعالم تفرح بها من يشوفه، وهنا أكثر الجهال يجيب، نعم حتى الصبح مثل يعني ناخذ عندهم بيض وشغلات، لأن هم يطلعون للعشائر من العشائر يتسوق. نعم هذا البيت، والله أنا ما ببالي البيوت، يعني احنا صورناها، اللي يدور تفصيل أكثر بعيد كريشة يقدر يتابع المقاطع في اليوميات الجصانية أو على اليوتيوب. سلام غالي حنيطان. عجد كريشة جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني الغني حمود الله يعطيه الصحة والعافية. إن شاء الله عندنا تصوير إضافي مع أبو عباس غني حمود اسميه، بخصوص بعض المواضيع اللي ما سجلناها. نعم اخوان مثل ما جاي يشوفون كلها قليله من البيوت بعجد كريشه باقيه، والمرازيب مثل ما جاي يشوفوها القديمه، بها جذوع، بها حديد، يعني شبليتات. سابقا كانت المرازيب جذوع، جذوع جذع يحفروه،
نعم اتذكر مالك عطوف الله يرحمه ويرحم جميع امواته، يمكن هنا هم كان هنا بهذا المكان مالك عطوف. عبد الرضا هاي الخبازه كان تخبز شاله. نعم بيت عبد الرضا يعني قسم منهم، بيت عباس عريبي عباس مويسة الله يرحمهم، بيت هو قبلهم كان بيت بيت غالب طاهر الله يرحمه برحمته الواسعة، طبعا الله يرحم الجميع وإحنا إن شاء الله نقرأ الفاتحة للجميع. بيت صاحب. نعم قبل لا يقعدون بيت عريبي عباس كانوا بيت شو اسمه قاعدين بيت أبو عدنان. نعم على كل احنا ذكرناه يعني لا يا علي بيت ابو عدنان يمكن من جماعتهم عدنان جبار حجي جبار اخوتنا الاعزاء بيت جبار امين الله يرحمه ورحمته الواسعه ويرحم جميع المتوفين هنا بيت صاحب عبد الكاظم الله يرحمه برحمته الواسعة ويرحم عبود عبد الكاظم وصيهود عبد الكاظم وأولادهم كذلك. نعم أخوان هذا عجز كريشة إلى ذكريات قديمة وإلى معزة خاصة طبعا خصوصا بقلوب الساكنين سابقا. السلام عليكم. الله يرحم عبود عبد الكاظم وصبري علي وعباس صبري الله يرحمهم برحمته الواسعة. طبعا هذا العجد من العجود المميزة وكان أكو مضيف به هنا موجود البيت صبري علي طبعا بيت صيهود وبيت عبود وبيت نعم الله يرحمهم برحمة الواسعة. نعم مستمرين اخوان للحظات قليلة ان شاء الله وما ننسى بيت طالب حجي محمود الله يرحمه ويرحم اخوانه وجميع امواتهم. الله يرحم عريبي عريبي داود مراح طبعا. السلام عليكم شلونكم اغاتي شلون صحتك. نعم اخوان ماكو شيء هذا بس وجه الموبايل. نعم طبعا بيت طالب حجي محمود الله يرحمه ويرحم بيت صاحب عبد الكاظم وطبعا ابو عباس غني مثل ما ذكرنا هو فصلها بالتفصيل الممل. السلام عليكم شلونكم اخوت. الحمد لله الله يحفظك. نعم اخوان الاعزاء بيت الله يرحم بيت ابيد بيت نعم بيت ابيد هنا الله يرحمه ورحمته الواسعه بيت جعفر بيت موسى ابو جعفر موسى ضوي الله يرحمه بيت نعم هم ذولا تابعينها من البيت هادي كاظم يعني بيت هي اقربائهم هم موجودين غادي على الخرابه غادي. انا اكثر البيوت يعني والله ما ببالي بس ابو عباس كان هو قلت مثل ما ذكرنا مفصل بالتسجيل الموجود باليوميات الجصانيه هو عباره عن جزئين كاملين ان شاء الله. الله يرحم عبد وادي الله يرحمه ورحمته الواسعة الله يرحم سيد ذياب ورحمته الواسعة أبو كريم. نعم أخوان هنا سكن بيت حجي شهيد منعم صبري سكن هنا بيت عبد الرضا الله يرحمه ورحمته الواسعة بيت أستاذ رضا من أقرباء الحاج شهيد الله بيت مهدي مناف الله يرحمه أيضا بهاي الدربونة وبيت صالح طاهر مثل ما جاي يشوفون أقباننا الله يرحمه ورحمته الواسعة ويرحم جميع الأموات. يا ابراهيم نعم اخوان يعني انا يعني والله ما اتذكر مشوي الذاكره قامت تمسح مثل ما يقول على قولة صاحب دوشي قال قبل كنا نحفظ هسه قمنا نمسح شلون افهم زين ان شاء الله. نعم اخوان مثل ما جاي يشوفون المرازيب القديمه موجوده واحنا قريبين على العرضيه مال ناحيه جصان في سوق جصان التراثي القديم مثل ما جاي يشوفون المرازيب القديمة لحد الآن هي من جذوع وطوروها خلوا بلية بها ورازونا كذلك مثل ما جاي يشوفون هي للتهوية ونقول الله يرحم الحاج أحمد كريكش برحمته الواسعة الله يرحم كريم زبار برحمته الواسعة هنا من البيوت القديمة بيت الله يرحم سعيد محمد الديوي لكن سابقا كان قاعد به حج وارش الله يرحمه ورحمته الواسعة وبيت بيت داود مراح هناك وأخوه هنا كريدي الله يرحمه ورحمته الواسعة ويرحم جميع الأموات والله يرحم جارتنا العزيزة أم مهدي ويرحم زوجها رزوقي ورحمته الواسعة ويحفظهم إن شاء الله يحفظ الأستاذ مهدي العزيز. طبعا هي لمحة سريعة
واحنا مشتاقين احنا مصورين سابقا، لكن مثل ما ذكرنا يعني كل مره نذكر بالتصوير مالنا، يعني هي ثلج الصان ما تنمل، الله شاهد. يعني بالنسبه لاعمارنا يجوز الشباب صاروا جوا بالبيوت الجديده ما يعرفون يعني مدى المعاناه اللي احنا نواجهها من نصعد هنا ونفقد ونشوف. هواي ذكريات. الله يرحم محمد لفته ابو جبار ورحمته الواسعه، هنا بيت خالتنا الحجيه كسوبه الله يرحمها ورحمته الواسعه، وبيت فريح عبيد الله يرحمهم، بيت هويدي حسن الله يرحم هويدي، يرحم كريم هويدي، يرحم عربيه، يرحم منذر هويدي، يعني بيت هويدي لا حول ولا قوه الا بالله. على كل يعني اسفين اذا ننسى احد محود من البيوت. الله يرحم قاسم حنش، هذا البيت سابقا القاسم حنش ابو محمد، وقبله كان بيت ناس بيت قدوري، انا ما اعرف يعني ما لحق عليهم، بس هو غني حمود فصل بالتفصيل وكفى ووفى مثل ما يقولون، يعني ما قصر موجود التسجيل. بس لا انا جيت هنا بس لا على فقط على متجولة. الله يرحم في بيت فيصل شوندي وجميع امواتهم واولاد فيصل شوندي، الله يحفظ جارنا العزيز، جارنا العزيز مد ويعطيه الصحه والعافيه ابو عواد العزيز، بيت بطنج علي بهار بهذا الفرع هم كان بيت جدنا، بيت جد بطنج علي بهار، هنا كان بيت سميه الله يرحم سميه وقعد بيه انه بعدين غني بنا بلوك وقعد بيه، وهذا البيت اللي تابع البيت هادي فارس قاعد بيه صالح الله يعطيه الصحه والعافيه، وهذا البيت هو اللي احنا كنا بيه، هو بيت جدنا بيت مرزوق، بيت جدنا صبار مرزوق وجبار مرزوق وجبوري مرزوق، انا يعني هم اخواننا وعزيزين علينا والله يرحمهم برحمته الواسعه. احنا قضينا عمر بهذا البيت بعد ما شالوا هم البغداد. السلام عليكم، شلونكم؟ زينين ان شاء الله. وهذا الاخ العزيز يعني المعروف احنا بالمسميات الجصانيه هو جاسم قسامي، صح له من يم جارنا، جارنا العزيز ابن ابو عواد مد ابو عبد الله يحفظك. اليوم عندنا جوله قلنا بعيش دكريشه يعني، والليله الجمعه وجمعه مباركه على الجميع ببركه الصلاه على محمد وال محمد، اللهم صل على محمد. نعم هي طبعا جوله سريعه مو للتفصيل، وانا ذاكره ما عندي. غني حمود هو فصل كل ساعه نذكر نقول غني حمود لان هو موجود باليوتيوب وموجود باليوميات الجصانيه. شكرا جزيلا يحفظك. نعم احنا قريبين اخوان الاعزاء، وارجو المعذره يعني اذا اكو بيوت ما ذكرتها والله ما ببالي، وغني يعني هو عنده ذاكره اول شيء اقوى من عندي، وبيوتي عرفها انا ما كنت يعني صاير وهم موجودين. والله يرحم صبري علي برحمته الواسعة مثل ما ذكرنا، هو هذا كان سابقا إلى هذا المخزن مع الحبوب، ومثل ما جاي تشوفون هاي المحلات التابعة للبلدية بالوقت الحاضر هي كلها نزلت، يعني القاع مخسوفة، هاي تسمى العرضية. هذا سابقا ما كانت نعم كانت مدرسة. لا ولا كانت مدرسة. لا كانت مدرسة بسنة 27. نعم ما كانت مدرسة، كانت هاي عبد فارس، عبد فارس يخلون الخيل بيه. نعم هي للخيل نوب مدرسه، وقبلها كانت مدرسه وبعدين خيل. نعم هذا محل كان مال نجاره الجبار مرزوق خان الله يرحمه ورحمته الواسعه، وهاي كانت عرضيه قبل لا تنبني هاي البنايات. وهذا البيت طبعا كان جيراننا انا ما أنا الله يرحم مره اسمها حديده الله يرحمها ورحمته الواسعه ويرحم بيت جارنا العزيز سلمان صبري، بيت زيدان خلف علي الله يرحمه برحمته الواسعه. طبعا جوله سريعه واحنا قريبين على سوق جصان، ما جاي تشوفون هاي المحلات اللي بقت هي للبلديه. طبعا بالوقت الحاضر اذا تشوفون منا يعني القاع نازله بهن من يعني اكو خسوف بالقاع صاير، يعني شوفوا مدى النزول الصاير، يعني ما اعرف يعني اكو فد نوع نازلات كلش ظاهر اكو جوا همبوري طاق ما اعرف. فهاي تسمى العرضيه والمقاهي والسوق، اهل الجصان يعرفون، بس احنا طبعا اكثر نشري هو خمول اهل الجصان الموجودين هنا، موجودين قريبين يمي هنا. لا طبعا احنا ننشر هذا النشر هو لاهالي جصان اللي هم خارج ساكنين خارج الناحيه من القدماء، خصوصا الناس القدماء يحبون التاريخ القديم والتراث القديم
واحنا نعتز ونفتخر بتاريخنا وبتراثنا. ومثل ما جاي يشوفون جميع الكفاءات والطاقات العلمية والدكاترة والموظفين وتارسين ما شاء الله الكوت أغلبهم من أهالي جصان، الله يرحم بيت زيدان مثل ما ذكرنا ويرحم أياد وموفق وجميع أمواتهم، وبيت سلمان الله يرحمه إذا نشوفه منا. طبعا هن ذني قريبات على العرضية، هي تسمى بعيد كريش هذا، طبعا أحمد جبوري هم هنا إن شاء الله سنشوفه. نعم إخوان الأعزاء، فليلة جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله، وقهوة كامل هنا، وهذا سوقنا القديم. ها أحمد سلام عليكم. نعم إخوان الأعزاء الله يرحمه هني هو رزاق، إحنا طبعا نكون مسمياتها حجي صبار هنا، عريبي منصور، سلمان منصور الله يرحمهم برحمته الواسعة، وكثير من حجي جهاد. نعم وما ادري صدفة احمد جبوري هنا ومهند العزيز هم موجودين هم هنا. طبعا اليوم شوية صار عندي اشتياق العجد كريشة، فصعدنا من جوا وذكرنا قسم من ال. نعم سلام عليكم. ها اخوي العزيز شلونكم؟ فنعم اخوان الاعزاء احنا هسه وصلنا للسوق من بداية عجد كريشة، وانت صورت والله اليوم قلبي رفع على عجد كريشة فصعدت منك. احنا باستمرار نصوره ونقلنا نقدر نشوفها اذا تجي وياي من هنا نمر عليها. نعم يلا شويه هيك شيء والله، يعني لقطات اخيره سوق جصان العزيز على قلوبنا على مود الحسينيه ان شاء الله. بس مرحله الاخيره مال الزرع. نعم الاخوان ناخذ تفاصيل الحسينيه بعد من احمد جبوري، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، نصور تصوير اخر ان شاء الله. نعم مكملين الموضوع يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وصلنا للمرحله الاخيره مع الحسينيه ان شاء الله. هذه مرحله الزرع بس سلام، وتعرف هم كان كملنا لكن الفاتحه مال محمد الرضيع الله يرحمه شوي تاخرنا على موت هذا الشيء، لان علاء هو المتبرع الرجل هو ابو كامل. مثل ما جاي شفنا احنا نمشي ونصور بس دقيقه طيب مجال السوق شويه السوق هذه الاطلال بعد راحت هاي الاطلال. الله يرحم الماضين وبرحمته الواسعه ويحفظ اولادهم ان شاء الله. طبعا ابو عبد الله بالمناسبه باولادهم ان شاء الله. هذا التله نعم داخل التلة، هاي المنطقة المعروفة هاي الأثرية السوق. نعم. كتاب جمل الآثار. نعم. ممنوع تتحرك أي معالم للتلة. نعم. ما أعرف ما بعد ما هو أقول لك هو اللي يجي شي كتاب غير كون مهتم بيها غير كون هو ثاني شيء. على كل حال يلا خلينا موضوع الحسين. الحسين هاي الحسين شوفها أبو عبد الله. نعم كلها كلة ان شاء الله. دقيقة واحدة بالسوق احمد هنا شوية قلبي رفع السوق. السوق كان نعم اخوان الاعزاء كان يدك الله يرحمهم برحمته الواسعة. طبعا هاي المحلات طبعا ما نقدر نذكر اسم اسم اسم، فان شاء الله الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآله محمد، وليلة الجمعة مبارك على الجميع ان شاء الله. هذا يراد لنا بهاي بهالايام واحد مثل جد احنا يطالع يندي عم وتمطر ان شاء الله. كريم خيرين هم موجودين. السلام عليكم. وعليكم ابو ظاهر شوفوا الله يسعدك. هلا مرحبا بس سعد هذا الاخ العزيز ابو ظاهر العزيز شلونكم؟ ان شاء الله اخوي الله يبارك عافيتك. الله يرحمه ليش نكع الله يرحمه. يصيح ماكو مطر هو يصعد فوق الجامع ويصيح يا قريب الفرج ويا النية صافية كانت النية. نعم كمل مشوارنا ابو مشعل راح نصعد ان شاء الله ابو مهنا صالح بريح يصيح يا قريب الفرج بث مباشر ترى يعني هاي الحسينيه ان شاء الله قلت لك اليوم معدليها ان شاء الله. حميد حمادي الله يرحمه برحمته الواسعه. حميد الله يرحم حميد حمادي واولاده وزوجته برحمته الواسعه. يعني هو هذا وهذا السلام هذا المحل مال حافظ الله يرحمه. الله يرحم حافظ وناصر برحمته الواسعه. ما نقدر نذكر اسماء لان هي هواي. النقطه الداله كانت نعم المقهى مال المحيل هذا. عليكم السلام. نعم كل الكبار والهذه نذكر حسن مجيد الله يعطيه الصحه والعافيه ويرحم امواته وتحياتنا لحسن مجيد الله يحفظه. عبد الله مو عبد الله وحسن مجيد مو مجيد عبد الله اي مجيد عبد الله الله يرحمه. الله يحفظ حسن طبعا خطيه يعني هو الله يحفظه للايتام اولاد علاوي هو متكفل بيهم وهو جاي يمشي بيهم رغم انه
يعني تعرف الحال والهذي، بس هو الله يحفظه لهم خطيه ذول الايتام اولاد علي ابنه حسن مجيد. اي فقلت لك هو اي الله يرحمه علاوة ابنه توفى. اي اولاده متكفل بيها. اي جود الحجي هذا نذكر هذا بيت جودي مو؟ ايه مصورين سابقا بس نهائي جوله. ابو عبد الله جودي يصير جده دكتور عمار الجصاني. ها ان شاء الله راح نروح له زياره له ان شاء الله قريبه له. سولفنا على مواضيع على طب الاعشاب. اي ان شاء الله زياره عندنا الدكتور عمار الجصاني ايضا وتكريم الى خاص من اهالي جصان ان شاء الله. عمار يا عمار عمار عبد العظيم بن حجي جودي. الله يعزه. طبعا الله يرحم جميع امواتنا وامواتكم واموات شيعة امير المؤمنين عليه السلام، محبين اهل البيت، شهدائنا الاعزاء، الله يرحمه ورحمته الواسعه، وليله جمعه مباركه على الجميع، وان شاء الله نختم ويا احمد جبوري بخصوص الحسينيه وتفاصيل اكثر. وانا واقف بعد ما اتحرك ان شاء الله. حضره الحجيه من الكاظم من الكاظم يا الله. ابو عبد الله مثل ما قلت لك المرحلة الأخيرة إن شاء الله مال الحسينية الزرع راح نبدي بافتتاحها بمهرجان تكريمي إن شاء الله، تكريم أصحاب المواكب بالأربعينية الإمام الحسين. هذه ذول اللي رفعوا رأس أهالي ناحية جصان إن شاء الله، تكريم من قبل العتبة، وكذلك تكريم الأوائل من طلبة الصف السادس. ذولا رفعوا أوراق جصان طبعا، رغم انه اللي شفت المشاكل اللي شفتها بالمدارس، لكن طلعوا الاوائل بمعدل 99 وهذا كذا. مهند بن علي رؤوف و بنت سيد حسام الله يحفظها ان شاء الله ويطول بعمر ابوها، هو سيد حسام اخوه، وكذلك زيوني بن حجي جعفر، وكثير يعني بيهم هواي ماخذين، منتظر بن مهدي افتتاح مال الحسين، افتتاح ان شاء الله قريبا. جاي ننتظر على الدكاتره نسيناهم، على جاي ننتظر على الغريري الى كل التحيه والتقدير والثناء. الرجل تبرع بالزرع مالتها كلها، ويبقى بس الزرع. شفت الاناره؟ شوف ابو عبد الله هاي الاناره كملت كلها. اي لا ما مفتوحه ان شاء الله، اسمعني مفتوحه، جيت لان نشوف الان. طبعا الشكر والتقدير لدوائر جصان اللي تعبت بها. احنا بالتكريم ان شاء الله راح نذكر كل من ساهم، لان مسجلي احنا كل من ساهم ببناء هذا ساحه الشهداء. نشكر بلديه جصان، كذلك نشكر دائره مجاري جصان، ماء جصان على جهود، كهرباء جصان ايضا على الجهود المبذوله لاكمال هاي الساحه، ساحه الشهداء ان شاء الله. بس شاء يعني نقول ان شاء الله قريبا، يعني ان شاء الله بس يكمل الزرع. قلت لك ان شاء الله بس يكمل الزرع احنا راح نفتح تقريبا 10 15 يوم، يوم ما شويه يتماسك على موضوع. اي هو الجو هم الجو يصير لطيف هم بعد اكثر من هذا الجو. ملكي من الله على حظ ابو كرار وابو مهند، وتمطر الدنيا وشوف الخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله يعطيكم صحه وعافيه ويحفظكم ان شاء الله، ويحفظك ابو عبد الله اغاتي حبيبي. الله يحفظك. نعم اخواني الاعزاء، يعني نحب نوصل للجامعه ونختم غادي. الله نترخص بعد في امان الله. نعم نعم اخواني الاعزاء، احنا باتجاه الجامع جصان الكبير. طبعا صار فتره مع الاسف علينا احنا، يعني البذاتيه ما عندنا صاحب. والله هذا جامع جصان المفروض يوميا واحد يجي بيه على كل حال. فاحنا مثل ما ذكرنا سابقا اليوم 29 ربيع الاول لسنه 1444 هجريه، ليله جمعه مباركه على الجميع ان شاء الله، والله يرحم امواتنا وامواتكم. ونذكر من البيوت الموجوده، الله يرحم يعقوب، الله يرحم ابو ابراهيم كريم فرحان، جميع امواتهم ان شاء الله. سلام عليكم. سلام عليكم. الله يرحم بيت هذا طبعا بيت محمد ابراهيم، هنا موجود وجود الحجي، وما كان اكو بيت جبير. نعم عيدات علينا، الله يرحمهم من عند كرم، بس البكرات القريبه اللي هنا موجوده. نعم اخوان جمعيه كانت هنا ما ادري شنو يعني سابقا. على كل احنا هذا كله مصور وموجود باليوتيوب، وموجود قسم من عنده باليوميات الجصانيه. ان شاء الله سلام عليكم. نختم بجامع جصان، الله يرحم حافظ بهاي الليله المباركه، بيت عنبر جميعا، الله يرحم. طبعا هذا البيت اخر ايام كان ساكن به خالد قيمي الله يرحمه ورحمته الواسعه.
بيس سلمان انا ما اعرف يعني هاي كل واحد يعرف صفحته، احنا ما هي الصفاح اللي وجودنا ما نعرف، مثل ما جاي يشوفون البيوت الجصانيه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني شو نقول، ما تقول الله يرحم بيت حج هويدي، الله يرحم اخونا العزيز وهاب، الله يرحم امواتهم، بيت حج شكير، بيت صبحي حج شكير، بيت صاحب مهدي منصور هذا العجيد، طبعا هذا العجيد يعني كريم مسلم، بيت علوان، لا حول ولا قوة. يعني ايش نذكر احنا، طبعا مو موضوعنا، ان شاء الله بالايام القادمة ان شاء الله يكون عندنا. الله يرحم سيد كاظم، جميع السادة اللي بجصان، الله يرحم رحمته الواسعة، بيا سيد علي، بيا سيد صاحب. شكرا، شكرا جزيلا ابو كرار، والله يحفظكم، شكرا على مرافقتك، ممنون، شكرا. نعم اخواني الاعزاء، ومثل ما جاي يشوفون احنا من امام اول جامع بجصان، هو جامع جصان الكبير. والليلة الجمعة، طبعا ليلة الجمعة سابقا مثل ما لحقنا اكثر العوائل، يعني يجيبون يطبخون لامواتهم يعني عشهم يعني هنا، ويخلوه المصلين، طبعا كان مليان لان الولاية كلها موجودة سابقا، فالعشاء اكثر الموجودين يتعشون هنا ويقرون الفاتحة للاموات اصحاب الثواب. وما ننسى المرحوم حجينا العزيز الحاج حسن، الله يرحمه برحمته الواسعة، الإنسان الطيب. وهذا الحرم يعني هو الحرم، هو اللي تكفل به، هو اللي تبنى الشباب به، الله يرحم حجي حسن. نعم أخواني الأعزاء، دقائق قليلة إن شاء الله ونختم وياكم البث المباشر، وإن شاء الله تكون عندنا جولات أخرى. بس هي إيش ما نصور بالعجود الجصانية أو بسوق جصان، إحنا من الحقيقة مرة ومرتين ومية وميتين ما نقدر يعني، هذا بس. على كل هذا مكان اللي هو الوضوء سابقا، حاليا أيضا موجود، الصحيات موجودة وبنوا حوض به تقريبا، ما أعرف هذا الحوض يعني صار له 20 سنة أكثر، خزان للماي. ومثل ما جاي يشوفون البير مال الماي موجود، ماي طبعا هذا ياخذون من عنده الامراض الجلديه، لان ماي كبريتي او مج، اذا نقدر شويه نصور من عنده، ما اعرف ما نقدر شويه نسلط الضوء عليه. طبعا من اقدم الابار في ناحيه جصان هو بير جامع، ما اعرف يعني هو ايش قد المساحة مالته، العمق ماله ما اعرف ايش قد. نعم اخواني الاعزاء، ان شاء الله نختم داخل الجامع، ونستودعكم والله في حلقة جديدة من عجود الجصانية. السلام عليكم، شلونك؟ زين ان شاء الله، شلون صحتك؟ الحمد لله. نعم اخواني، والله ما توقعت يعني اوصل للجامع، سبحان الله. بعد هو ان شاء الله صلاتنا تكون هنا ان شاء الله. وهي حجي محمد الإنسان الطيب، حجي محمد حسين، طبعا الموبايل قام يمشي. نعم هاي حجي محمد، ها حجي شلونك؟ زين إن شاء الله أحوالكم. من المرابطين هنا بجامع الحجي محمد، طبعا حتى مرات أوقات متأخرة من الليل وأشوفه يصعد هنا يقرأ قرآن أو يفقد الجامع هنا يشوف شكو ماكو. نعم اللهم صلي على محمد وآلي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. نعم اخواني الاعزاء، ان شاء الله الختاميه هنا من داخل المسجد او جامع جصان القديم، هي اخر زياره سجلناها كان مع السيد الله يحفظه من الحوزه العلميه برفقه الشيخ محسن الجصاني. بعد قليل ان شاء الله يكون موعد صلاه المغرب، ونختم وياكم بليلة جمعة مباركة على الجميع، والله يرحم أمواتنا وأمواتكم وجميع أموات شيعة أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في أمان الله أخواني الأعزاء.